تعال عارف، عشان تتفادى فكرة ان يحصل منك ميز دكنال في حالات الاندو خصوصا في المولرز، حاول تمشي على كام كونسبت كده هيريحوا لك دماغك من الحالات دي. اول كونسبت انك تعمل كومبليت دروفينج، ودي نقطة مهمة جدا، اعمله دايما بالاندو زي بير او بسيف اند بير او ستون، علشان بس تتفادى فكرة ان البير ده يقطع في الفلور. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، حاول توقف البليدنج قبل ما تدخل جوه الكنالز. انك توقف البليدنج في اوبشنز كتير جدا، اهمهم انك تشيل كل الكرونال بالب. تاني حاجه، صودوم هايبوكلورايد حل فعال وسريع عشان عنده تيشو ديسولفنج افكت. الحل الثالث الاورفس اوبنر، وهنقول في فيديو تاني ان شاء الله امتى ما استخدموش في انهي حالات بالظبط، ودي نقط مهمه جدا ان انا اوقف البليدنج. دول اول حاجتين. تالت حاجة عشان اتفادى ان يحصل مني ميز كنال، هو كونسبت مهم جدا بيسموه شيب وات يو سي، يعني الكنالز اللي انت تلاقيها اعملها شيبنج بس عشان تشوف بعد كده السيمتري او ان الكنالز دي قصاد بعض، عشان تتفادى فكرة ان يحصل منك ميز كنالز خصوصا لو شغال في الابر 7 او لور 7. شكرا، ونشوفكم دايما في فيديو تاني على خير.